السلام عليكم تتبع الملالية كوزين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال هذا النهار، هذا اليوم المهم. كما كتشوفوا عندي الخضره هنا مشكله، عندي البصله، مطيشه، الدنجال، القرعه الخضراء، البطاطا، الثومه، المهم كاع الخضره اللي عندكم، الفلافل حمراء وخضراء وصفراء. انتم كتشوفوا خضره كامله، كاع اللي عندكم ديروه، راه كتجي هاد الصينيه هادي كتجي معتبره. المهم عندي هنا الاعشاب، عندي هاد اوراق سيدنا موسى، وعندي اش كيعيطولو هذا، ازير، روزمارين ازير، وعندي العطريه غادي ندير، وعندي الزعتر، الخرقوم، الملحه السودانيه، وطحميره، هادشي اللي غادي ندير. المهم على بركه الله، وزويته بلديه، غادي نخلط هادشي مزيان ونتلاقاو باش تشوفوا كيف غادي نخلطو ان شاء الله. ومن بعد ملي كنخلطو ديك الساعه غادي ندخلها للفران. الفران غادي نخليها عريانه، انا هاد الخضره بغيتها تجي بحال مشويه. البطاطا غادي نديرها من تحت باش ما تحرقليش، والخضره الفوق غنديرها، الخضره الاخرى غنديرها من الفوق حتى الاخر، وعادي ندير واحد الطريفات ديال الحوت عندي من الفوق. المهم انا هاد الصينيه بغيت الخضره ديالها تجي بحال مشويه، هذا علاش غادي نخلي الصينيه عليها معريه ما غنغطيهاش، ولا الحوت غنديرو من الفوق، ولا نديرو هاد الخضره غنديروها مع الرز ان شاء الله الا بغى الله. المهم هاد خليطه غادي تشوفوها معايا من بعد وصافي. هادي اول مره غادي نديرها، بغيت نشاركها معكم، وهذا ديال المذاق ديالها والشكل ديالها، غادي الشكل ديالها غتشوفوا، والمذاق ديالها ان شاء الله يا ربي في فيديو قادم غادي نقول لكم كيف جات، واش يدوروا في يوم مالين ضاع او لا، يقولوا يلا عطاك الصحه. هذه اول مره هاد خليطه غادي نديرها بالحق، صدقوني الخضره كامله راه مزيانه وفيها المنافع راكم كتعرفوها. المهم قد ما قال واحد ياكل الخضره ياكلها، هذا مكان صافي، وما نطولش عليكم، خليكم معايا. كما كتشوفوا خليطو جخليطو ها انتما، صدقوني راه 100% ان شاء الله يا ربي ان شاء الله غادي تجي الخضيره، غادي تجي معتبره. المهم احنا كنكتشفوا مع بعضياتنا، وها احنا كنجربوا الواحد، المهم هو الواحد ينوع، هذا هو اللي مهم. هو الواحد ينوع وتجي الماكله لذيذه، ماشي نوع وما تجيش لذيذه. المهم انا ديك الساعه هاد البطاطا غادي نديرها من تحت، وندير فوق منها الخضره اللي خصني بحال اللي تجي مشويه، غنديرها من فوق، وهاد المطيطه ديالي كل ما نسدهم من تحت ها الا ودبنا باش ما يتحرقوا، ليش راكم ما كتعرفوا البطاطا راه دغيا ملي كتكون من الفوق راها كتحرق وكتبقى قاصحه ما غاديش طيب. على داكشي غادي نديرها من تحت، غندخلوها هيدا من تحت، هاد الوريقات ها هما حتى هما شي يديروا لينا اللذه ديالهم. ايوا وغادي ندخلها للفران ان شاء الله يا ربي حتى طيب، وغادي نتلاقاو. والمهم انا كما قلت لكم هذا الطبق غادي نشاركوه معكم، وديك الساعات غادي نرد عليكم الاخبار منين غادي ناكلوها، يا اما غايقولوا لي يلا عطيك الصحه، ولا يقولوا لي اش هادشي درتي لينا. ايوا المهم كما جا غادي ناكلو حنايا، الهدف ديالي وهو ياكل الخضره، هذا هو الهدف ديالي. الخضره راه الصراحه راه مزيانه الواحد ياكلها، وانا كتعجبني خضره كامله الصراحه. الله ايوا بصيله فرق واحد هي لهنا، خليطو وخليكم معايا حتى الفيديو الاخر ديالو. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وفضلا وليس امرا شاهدوا الفيديو حتى الاخر، وشكرا لكم بزاف بزاف. وكنشكر كاع اللي جداد ضموا القناه، وبكم باش غادي القناه، بكم وبالله وبكم باش هاد القناه غادي تكبر وتزيد القدام. وشكرا للتشجيعات ديالكم، وشكرا لكم عليكم، شكرا على الكومونتيرات اللي كتخليو لي، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. وفضلا ليس امرا تعليق، لايك، ابوني. ودابا الصينيه ديالي غادي نديها للفران، خليها طيب ونمشي نوجد الروز حتى هو. الروز غادي نديرو، غندير معاه هذيك الطريفات اللي قلت لكم ديال الحوت. المهم خليكم معايا ما تمشيو فيه، هاجي ونوريكم المرميطه ديالي كيف راه هي ماشيه، النقله ديالي راها ماشيه، شفتو شفتي ديك الخضره بحال الدنجال بحال الفلفله بحال القرعه، ملي كيكونوا من الفوق كيجيو بحال مشويين. ايوا هذا هو الغدا ديالنا ان شاء الله يا ربي لكتب لهذا النهار هذا.
من يعجبكم وتجربوه وتاكلوه حتى نتوما في الصحه والهنا. حقبلوا عليا وصافي. المهم راه اللي درته في داري مع وليداتي كنشاركها معاكم. هذا الشيء اللي كاين حق هذه ديال هذا النهار هذا مع هذا الشكل ديال الخضره مع الروز والحوت. من بعد دابا غادي نطيب ان شاء الله يربي ونشارك معكم. صراحه اول مره قلت علاش لا ما نخلط هذه الخضره نديرها الصينيه ايوا ونزيد لهم عليها الروز وشي طريفات ديال الحوت راه عندي ايوا نشوف ونجربوا على الله تعجبهم. انا الهدف ديالي وهو الخضره ياكلوها وهذا هو صافي هذا اللي الهدف ديالي وهو ان ندخل لهم الخضره ياكلوها. الصينيه ديال هذه الخضره من بعد ما كتوجد راه كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا راه كتجي اكثر من رائعه. ايوا هذه غادي نديروها فوق الروز وناكلوها ان شاء الله يا ربي. نتمنى تعجبكم جربوا حتى نتوما ديروها مع وليداتكم راه كتجي ديك الخضره كتجي بحال مشويه كتجي لذيذه الصراحه الله تعي جربوا وردوا عليا الخبر. ماشي تخلوها حتى تنشف كاع الجناب راه تيبانوا لكم هكاك وصافي. ما راه كاين لتحت من الخضره هنايا راه ما لاصقاش اللي بغيت نقول لكم ما مفروقاش اي جناب وصافي اللي كيبان لكم هكا. اما هي الصينيه من الوسط بلاتي غنجيب لكم بحال المعلقه وتشوف ها انتم غتشوفوا شفتي راه ما لاصقاش ها انتم تشوفوا خضره راه نقول لكم شي عليها يجربوا ردوا عليا الخبر ها انتم تشوفوا. الراجل اللي قلت لكم عليه ها هو درتو ها الطريفات ديال الحوت هذه الطريقه الصراحه عمرني ما درتها ولكن ديما قلت انا نجربها انتم. المهم درت معاه الملحه و شي تاع الخرقوم شي تاع الحار شي تاع التحميره ايوا صافي. هذا مكان واحد شويه تاع زويته بلديه وديك طريفه ديال الحوت ولا وهذه والوراق ديال السيناموس هذا الشيء اللي درت. غنخلي دابا يطيب حتى يطيب وغتشوفوا الشكل ديالو ان شاء الله يا ربي. الروز ديالي من بعد ما طاب كتشوفوا راه كيجي على هذا الشكل هذا هو وهذا الطريفات ديال الحوت اللي طيبت معاه اش كيجي ديك الروز من السم يعني جلديد. المهم خليكم معايا دابا غادي الماكله ديالي راه وجدات ودابا غادي نحطو ان شاء الله يا ربي باش نتغداو. الروز ديالي راه كيجي على هذا الشكل هذا مع ديك الخضيره شوفوا كيجي هي دايره ايوا نتمنى تجربوا ويعجبكم. لا راه باين لذيذ الصراحه الله باقي ما دقناش ولكن راه باين لذيذ. ايوا ديك الساعه ملي نذوقو غادي نرد عليكم خبر في الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي كما قلت لكم. المهم راه تيجي اكثر من رائع الصراحه ديك الخضره تاع السلات او طرقه ديك هذه المريقه ديالها. ايوا هذا مكان هذا الغدا ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى انتم تجربوا وتاكلوا بالصحه والهنا. راه واحد كيحاول ياكل الخضره وصافي هذا الشكل اللي كاين. يلا بسلامة عليكم خليت لكم الراحه والهنا راه بغاو يتغداو وديك الساعه تعرض عليكم الاخبار. شكرا لكم بزاف على المشاهده. السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.